السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل ايميل على الياهو، ازاي نسجل حساب على الياهو بكل سهولة. طبعا انا هشرح بكل بساطة لأي ناس ما عندهاش خبرة. احنا نخش الاول على جوجل عادي خالص، تمام، جوجل دوت كوم. تمام، نخش على جوجل، صفحة جوجل طبعا مشهورة. هنكتب هنا ياهو، لو حتى بالعربي نكتب هنا ياهو كده. هنخش على الصفحة الرئيسية لياهو، طبعا تقلب عندنا على مكتوب لان احنا طبعا مسجلين بايجيبت او ايبادنا. انت نقف هنا كده بس، مجرد ما هنقف يعني احنا لو وقفنا كده ينزل قائمة منسدلة، مش هنضغط، احنا هنقف هنا بس كده. مجرد ما هتقف كده تؤشر بس، هنلاقي هنا مستخدم جديد تسجيل، هنضغط عليها بكل سهولة. تمام، دي البيانات المطلوبة مننا. هنحتاج رقم جوال، هنحط رقم الجوال. هنعمل هنا الاسم الأول، هنكتب مثلا وليكن مثلا عبده. تمام، وهنا بودة مثلا. تمام، هنا هنسمي الايميل اللي هنخش الخاص بينا، عبده وده مثلا 54 مثلا. تمام، زي الفل. طبعا احنا لو هنا جينا، انا بس بقى نكون هنا هيقول لك اسم مستخدم غير متوفر، يبقى لازم استخدم اسم مستخدم يكون ايه، متوفر، ما اتاخدش قبل كده. تمام، كلمة الباسورد. طيب، في تلت شروط لكلمة الباسورد. الشرط الأول ان يكون من 8 ل 32 حرف زي ما احنا شايفين تحت هنا. الشرط التاني يكون في حروف كابيتال وحروف سمول. الشرط التالت لازم يكون في أعداد. تمام، يعني لازم يكون، يعني انا هعمل هنا أزهار وليكن هنعمل مثلا من 8 حروف. تمام، من 8 أرقام أو حروف. تمام، فأنا مثلا هكتب بعدين اي حاجة، مثلا هكتب مثلا 1 2 3 4 5 6 5 6. تمام، طيب بس هو بالك لازم يكون في احرف كابيتال موجودة. طيب لو انا هعمل كابس لوك طبعا عشان يبقى في كابيتال ايه مثلا، وبعد كده هعمل ايه 7، هقفل الكابس لوك وهعمل 7. يبقى انا كده عايز كمان حرف سمول. تمام، نخليه ايه كده، يبقى احنا كده اتحط علينا عندنا علامة صح على الثلاث ايه شروط. نرجع تاني، لو انا شلت كده هتلاقي ايه علامة الصح راحت من عند ايه، احرف صغيرة اللي هي السمول. ارجعها تاني، لو انا شلت كابيتال فرضا يعني اللي هي راحت من على ايه، احرف السمول. يبقى نرجعها تاني كابيتال. يبقى كده ادي من 8 حروف وفي حروف كابيتال وسمول، في اعداد برضو موجودة. تمام، يبقى هو من كده. تمام كده، يبقى ده البصر. هتكتب رقم جوالك، هتختار طبعا مصر. مصر ام حرف الميم، مصر كان احنا واحدة كده نشوف مصر فين. هم طبعا هتختار مصر هنا، نشوف مصر سوني مع بعض. نقدر نزل 20 مثلا، تبقى موجود هنا. بس عايزين نبحث، بس بتقلنا شوية، هنلاقي ان شاء الله. احنا عموما 0 20، ممكن رقم نقدر نحدد 0 20 اللي هو مرتب الارقام. لا بالحروف، مصر مصر، انت فين يا مصر؟ ايوه مصر. تحط رقم التليفون بتاعك، اي رقم بس يكون ما استخدمتوش قبل كده. وبنكتب تاريخ الميلاد، اليوم، الشهر، السنة، طبعا هتحددها انت. تمام، زي ما انت عاوز. النوع ده مش شرط. تمام، ده مش شرط اجباري.
نحن بتقول علاقة ممكن تكتب فيها أعزب متزوج يعني ولا أي حاجة، وبنضغط على إنشاء حساب، بيتم إنشاء حساب لينا على الفيسبوك، محتاجش أكتر من كده. أهم حاجة الباسورد، أكتر مشاكل اللي بتقابل اللي بيجي يعمل حساب لازم نحقق 3 شروط دول، ورقم التليفون بنحطه بتاعنا 011 مثلا، 011 وهكذا ونكمل. ومش مهم رقم السعادة الاختياري لأنه اختياري أساسا، مش بنحطه، ونضغط على إنشاء حساب. بكده احنا نكون انشأنا حساب على الياهو بكل سهولة، سجلنا حساب على الياهو. واي استفسار تحت امركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.